الانطلاق متواصل، التحديات متجددة على أرضية هذا الميدان. شوطنا الرابع في مجموعة الأشواط الصباحية خصص للقعدان هنا أيضا الفطامين المشتركات مع انطلاق الصندوق الحلفة. نسير مع الصدارة، نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. من يتقدم على البداية؟ شاهين وإبراهيم بن محمد بن فارس الخاطري على البداية على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الغزال وخليفة بن خلفان أو خليفة بن أحمد بصايغ المزروعي يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول هنا أيضا وتقدم في هذا الانطلاق من خلال تواجد هنا ايضا المردف يتقدم في هذه اللحظات. يقدم محمد بن حميد القنوبي، خذ المركز الثالث الى ثاني الى راس حربة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، اراقب هنا ايضا وركز القنوبي، تابع على اسماء الاخرى. بقية الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق المنطلقة في هذا الابداع، ولكن القنوبي مع مردف، القنوبي مع مردفة على البداية، ولكن هذا البرنو يتقدم مع البداية على مقدمة هذا الشوط. محمد بن حميد القنوبي على البداية، وصل بصايغ، وصل الجنتلمان، بدأ يتقدم في هذا المسار على مستوى المركز الثاني، ولكن القنوبي روح يا القنوبي، روح مع البداية، روح مع مقدمة الشوط. هذا هو البرنو يتقدم مع البداية على مقدمة هذا الشوط. أول اشتراك بعد المقيض. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه النوعية الله الله، هذه النوعية المطلوبة والمرغوبة في عالم سباقات الهجن. أشكرك القنوبي. المركز الثاني هنا أيضا تواجد من الغزال وخليها بن أحمد الصايغ المزروعي. المركز الثالث كانوا شاهين وإبراهيم بن محمد بن فارس الخاطري. سلامي هنا أيضا القنوبي على مشاركة البرنو، وهنا أيضا أول اشتراك بعد المقيض ويسجل التوقيت الأفضل 2:10. أشكرك القنوبي محمد بن حميد القنوبي.